والله هي احنا نشتيو لكم الخير احنا نتعبوا ونحضروا معاكم ونقعدوا معاكم ونتحاوروا معاكم وكي ولادي صغار وكي كبير شويه كي خويا صغير احنا هذا كل الموده والمحبه هي قال ربي سبحانه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار وقودها الناس والحجاره. الانسان ما يكونش اناني في الدنيا ما تمشيش اناني نفسي برك غير ننجو انا برك لا تنجي اهلك تنجي نفسك اولا وتنجي اهلك وتنجي الناس اللي حولك. احنا كنا نمشيو بالطريقه هذه الحمد لله احنا قد عدنا اللي يتابوا اي واحد 15 ولا اكثر. فايت الشيخ حميد ديجا هاك منها من ترواه. تفضل حميد هو ربي يبارك له راجل كبير. يعني والله فايت الخمسين فايت الحمد لله والله نعم نعمة رب العالمين. نتمنى واسمع تفتح الجماعه ثم نصليو جماعه ان شاء الله ان شاء الله. الحمد لله ربي هداني قبل فوات الاوان. هاي خطايا من حاجه دي ماشي حاجه سهله ولا حاجه صعيبه بزاف. ادمان صح والله والله مش انا نحكي لك ما نقدرش نحكي لك حاجه ما تقدر ما تحكيش عليها بعد ما تقدرش تحكي لها. كون جيت نقدر نحكي لها نقدر نحكي لك عليها ثم ماشي حكاية نقدر نحكي لك حاجة خلاف بصح هي ما نحكيلكش عليها. ما نصليهاش ولا ما نصلي والحمد لله ربي هداني بيبارك له. إن شاء الله شيخنا ناصر نقدره وربي يحفظه والحمد لله يقدم نصايح يمد لنا نصايح ملاح ربي يحفظه. ولي كان واقف معنا كنت في ميلي ومش مليح ودرك الحمد لله رجعت للطريقة الصحيحة وكما ربي هداني نطلبوا كما مازالوا شبابنا درك مازالوا نطلبوا لهم الهدايه ان شاء الله. اي تجربه شويه واعر انه مسجد صغير مسجد فيه زوج صفوف جماعه كما حي ذري الاولاد كنقولوا حنايا تلقى تحت الباطيمات في الصطاد زيت المخدرات تبيع الامن يجري وراهم يعني الدنيا مكهربة وما هيش هذه عينه ابو معيزه ما هيش قال الاخر غير ابو معيزه بركه اللي فيها شيء هذا في الوطن كامل تقريبا. يعني احنا لازم نحاربوا شيء هذا لازم تكثف الجهود لازم الامام في المسجد تاعو لازم المعلم في المدرسة تاعو لازم الوزير في الوزارة تاعو لازم المير في البلدية تاعو لازم الدركي والأمني في الثكنة تاعو لازم تكثف الجهود. ندير المواعظ تاعي أنا نديرها في الجنازات يعني ندير في المقبرة كي ندفنوا الميت نستغل الوقت هذاك ندير فيه 5 دقائق 6 دقائق توعية وخاصة نقيس القلوب قيس القلوب تلي جاع الكبير ما تحوش تفهم عليه الكبير وديجا الايمان تاعو ما لاباس مليان ما تقدرش تزعزعو وين لجان هو اللي تروح لهم ليه القلب تضربو تفيكيه. كذلك نخرجوا من الجنازه نستغل الفرصه انه 3 ايام تاع العزاء هذوكم ندير فيها مواعظ كل ليله نخلي الدار نخلي خدمتي تكون عندي طريق ناني لها نلغيها المهم ندير المستحيل باش نوصل للجنازة هذه كندير لهم 3 ايام في الليلة ونحاول نلم اكبر قدر ممكن من الشباب وخاصة الشباب ركز عليه الشباب لانه هم الطبقة الضايعة نقولوا احنا اللي تقدر تضيع في اي لحظة. هذا الجنازة والله قد نروح للعراس تصور نضطر اني العراس يجيوني جماعه نقول لهم لا خلي نجيك معنا وما هوش هنا برك لا خارج الولايه رحت العنابه رحت للطارف درت لهم في عراس ثم يعني شغل لازم تبذل مجهود وهذه تكسبك تجربه ما هوش باش انت مش قضيه تهدي الناس هكذاك لا لازم تكون عندك تجربه ويكون عندك اسلوب مقنع. ما وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هذا لازم تدعي لسبيل ربك العالمين بالموعظة واللين والرفق نحضر معهم بالرفق
نهضر معهم باللين نقعد معهم. تصور يعني والله تحير، انا ما نحيرش في روحي لاني يعني عبالي بروحي. نقعد مع ناس ذراري اللي جان كيما حي يشرب المخدرات ويتعاطى المهلوسات ويشرب الشراب الى غير الخمور والعياذ بالله. نقعد معاه نحكي معهم نبسط معهم نقصر معاه. قال هل اختها تجينا هيا مقريب باش جينا برك نقصر معها هكذا. هذه وكانك ديجا الريدو تاعك طالع فتحلو فتح الريدو انه تلقاه في قلبه قابل. وبشويه بشويه بشويه بشويه, بشوية, بشوية حتى ما تدريش ما تعلم تلقاه مع جنبك يصلي.